عاوز اقول لك على حاجه يا نونو بقى. الحقيقه لان انت كنت لسه بتتكلمي على موضوع الزمالك والشوارع وكده, ايه اللي حصل؟ يعني معقوله يبقى حي راقي زي حي الزمالك تبقى الشوارع مكسره بالطريقه دي؟ الشوارع والأرصفة, يعني مش مثلا الشوارع وبس, ده سواء الشوارع والأرصفة ماشيين في مطبات بشكل مش طبيعي. هم كان في تصليحات في الشارع, المفروض ان هم يحولوا الطريق بعد ما يخلصوا التصليحات دي يسفلتوا الشارع وخلاص والحياة ترجع طبيعتها. للأسف للأسف, لكن للأسف الشديد ما بيحصلش كده. بجد أنا زعلانة ومقهورة, يعني المنظر الحضاري كمان للبلد حقيقي بقى وحش جدا. انت يعني فاتك بقى لما انا رحت الاهرامات عشان اوري عيالي الاهرامات وحكيت لحنان والمشاهدين, اهي دي بقى اللي وجع قلب. انا عارفه ان الحكومه بتبذل اقصى مجهود في انها ترجع البلد على اقل, يعني طبعاً تمشي الشوارع كويس, المرور كويس, الحاجات, وفي انجازات كتير جدا, لكن الاهرامات كانت بالنسبه لي اتمنى يا رب ان كمان سنه, مش سنة, أقل من سنة أروح أزور الأهرامات ووري ولادي بجد حلاوة بلدنا, مش الناحية اللي مش كويسة. هي حلوة طبعاً, ودايما أنا بقول فيها حاجة حلوة وفيها حاجات فعلا حلوة كتير قوي. بس للأسف الناس لازم تخلي بالها من بلدها. صح, يعني ده كل اللي أقدر أقوله. عندك حق. طيب.